برحب بحضراتكم من جديد، وزي ما شفنا في التقرير ضيفي النهارده لاعب من اللعيبه المميزه المخلصه اللي ضحى بفلوس كتير قوي من المنافسين بس عشان يكون في بيته في النادي الاهلي، وقالها صراحه الاهلي وكفى. طبعا تألق وحقق بطولات كتير، تألق مع جوزيه، حقق بطولات كتير وكان من جيل الذهبي للنادي الاهلي. برحب بحضرتك يا كابتن احمد. اهلا بيكي، وسعيد ان انا موجود معاك النهارده في اكبر شاشه في الوطن العربي وفي افريقيا، ومبروك على القناه. الله يبارك فيك. ودايما موفقين كده وتدافعوا اكتر واكتر عن النادي الاهلي وعن كيان النادي الاهلي. شرف لينا يا كابتن. طب مبدئيا كده الاستوديو لا ما شاء الله، حاجه تشرف، حاجه تليق باسم وشكل كيان النادي الاهلي. زي ما قلت لحضرتك، اعظم نادي في افريقيا وفي الوطن العربي. طبعاً. طبيعي ان احنا نشوف الواجهه المشرفه للقناه بيكوا طبعا، وبالديكور وبالمسؤولين، بالاستاذ ابي الخطيب، بكل الاستاف اللي شغالين. بشكركم طبعا على التقرير. الحمد لله داخل النادي الاهلي شفت خير كتير، ويمكن اتمنى ان اشوفه خير ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. نبدا بقى من البدايه كابتن، نرجع فلاش باك كتير كده. امتى بدات كده مشوارك مع الكوره؟ ازاي عرفت ان انت حد بيلعب كوره كويس قوي؟ مفيش، يمكن كانت بدايتي انا في النادي الاولمبي في اسكندريه. هو مشوار طويل هقول لحضرتك باختصار. بدات في النادي الاولمبي من سن 8 سنين، اختبارات في النادي الاولمبي، وبعد كده رحت النادي الاهلي، اختبارات للنادي الاهلي مع تحت قياده الكابتن ميمي الشربيني. ممكن كان في برضو شخص ليه فضل عليا كبير جدا اسمه الكابتن ابراهيم علي في اسكندريه، هو اللي خدني وداني الاختبارات في النادي الاهلي. يمكن الحمد لله قعدت حوالي 3 شهور بختبر في النادي الاهلي كاختبارات، لان كان عارف حضرتك اختبارات النادي الاهلي بيبقى فيه الاف اللاعبين. يمكن الحمد لله قدرنا ان احنا نصفي على ان انا استقرينا على ال 40 لاعب اللي هم فرقتي. كنا 11 سنه، بدات في النادي الاهلي 11 سنه، سن 11 سنه مع كابتن ضياء السيد، والسنه اللي بعدها برضو 12 سنه مع كابتن ضياء السيد، والسنه اللي بعدها كانت 13 سنه مع الكابتن علاء ميهوب. وبعد كده لظروف طبعا الدراسه، والدي الله يرحمه ووالدتي اصروا ان انا ارجع اسكندريه تاني، فرجعت على النادي الاولمبي اللي هو طبعا بيتي برضو. بدات 14 سنه، خدت هداف الدوري، و15 سنه برضو خدت هداف الدوري، لان انا كان مركزي ما كنتش بلعب باك رايت، كنت بلعب في التلت الامامي كطرف ملعب او فيرود عشان في حته السرعه وكده. الحمد لله ربنا كرمني، وفي 16 سنه لعبت درجه اولى. يعني اللي صعدني الدرجه الاولى كان الكابتن بوري الله يرحمه عفوا. وبعد كده 17 سنه كان الكابتن مصطفى شتا هو اللي ماسك الدرجه الاولى وصعدني، وقعدت ان انا العب بصفه مستمره بقى في الدرجه الاولى. لعبت طبعا، انا مواليد 84، لعبت السن بتاعي وسن 83 والسن بتاع 81 ومع الدرجه الاولى. الحمد لله ده اداني خبرات كبيره جدا، وشفت حاجات برضو خير داخل النادي الاولمبي اللي هو بيتي طبعا التاني. وبعد كده جاي لحد ما جالي عرض النادي الاهلي، كان هو ده بقى نقطه التحول بالنسبه لي. العرض ده يا كابتن كان وقتها في عرض من الزمالك؟ كان في عرض من نادي الزمالك طبعا مع استاذ عمرو الجنايني، كان ماسك مدير التسويق وكان عضو مجلس اداره ساعتها، كان ماسك التسويق في نادي الزمالك. يمكن الحمد لله من اسره اهلاويه، من بيت اهلاوي، وكل اهلي بيشجعوا الاهلي. طب عرضين، ليه اخترت تلعب في النادي الاهلي مع ان وقتها في الناحيه اليمين اعتقد كانت المنافسه قويه جدا؟ كان في اسلام الشاطر، كان في اسلام الشاطر، في احمد صديق، كان بركات. في بركات، كنا احنا اربعه ولحد ما جالنا احمد فتحي. كان ليه بقى اخترت النادي الاهلي وقتها؟ كان قدامك الاهلي والزمالك، بس عشان الانتماء وان العيله كلها اهلاويه؟ لا لا خالص، احنا ممكن لو هنتطرق للشق ده، الشق الاحترافي بيبقى كفته ارجح، لكن لما بيجي اهلي وزمالك، انا بالنسبه لي كاحمد عادل انا افضل النادي الاهلي، وده اللي حصل معايا فعلا. واللي عايز اكد عليه واللي ممكن يكون غايب عن الناس شويه، انا عشت داخل مجال لعيبه الكوره على مدار 13 سنه في الدوري ممتاز. مش عايز اقول لك لو 90% من لعيبه مصر جالها اهلي وزمالك هيختاروا النادي الاهلي. ده كلام مهم، ده على مسؤوليتي. ويمكن انا علاقتي بلاعيبه كتير جدا زي ما بقول لحضرتك، ومش مبالغ ان 90% من اللعيبه اللي في مصر هو يختار النادي الاهلي لاستقراره ومبادئه واسم النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. وده اللي انا اخترته، مبادئ النادي الاهلي ده اللي انا اخترته الحمد لله. يمكن لما انتقلت للنادي الاهلي قدرت ان انا احقق 5 بطولات على مدار موسمين، فده طبعا انجاز كبير جدا على المستوى الشخصي مع كيان كبير زي النادي الاهلي.
فده اللي كانت كفته أرجح بالنسبة لي، وخصوصا أن أنا زي ما اتقال في التقرير اتعرض عليا 800,000 جنيه. 800,000 جنيه كنت هاخدهم كاش يعني سنة كاش، وقتها كان وقتها رقم كبير جدا. يمكن أنا كان فعلا عقدي في النادي الأولمبي كان 18,000 جنيه، ويمكن أنا الحتة المادية ما بركز فيها، أنا بركز في إنجازات، في طموح، في أن أنا أسطر تاريخ لنفسي. يمكن الحمد لله كفة النادي الأهلي دايما بتبقى هي الأرجح يعني. طب دلوقتي يا كابتن في لعيبة كتير برضو بتفكر في الفلوس أكتر، ولا يعني شايف انه ده دلوقتي موجود، ولا خلاص فكره الاحتراف بقى مش مشكله، انا كنت في الاهلي اروح الزمالك، كنت في الزمالك اروح الاهلي؟ لا، خلينا واقعيين ان دلوقتي قصه الفلوس ودخول بيراميدز للدوري المصري، انا بشوف ان هو اكتر ما فاد الكره المصريه واضر بالكره المصريه، حته الماديات، حته الفلوس، رنجات العقود عاليه جدا. فان انت كنادي اهلي او انديه كبيره عايز تواكب نفس الشق ده، فهتلاقي اكيد معاناه. يمكن عايز ارجع لحضرتك في نقطه، ان هي الانديه الخاصه بتختلف عن انديه الانديه الكبيره الجمعيه العموميه، فانت محكوم ببادجت او بميزانيه. لكن انت بتتكلم في بيراميدز نادي خاص، فممكن يخلي العود 20 مليون و18 مليون، فهو ما عندوش مشكله يعني، ما حدش ليه عليه سلطان. فلكن حته الوفاء والانتماء والولاء للنادي دي اللي انا باكد عليها، ان هي لازم تبقى موجوده داخل اللعيبه، ما يبقاش ولائك وانتمائك للماديات بس او الفلوس بس. الفلوس بتروح وتيجي، او انا اللاعب انا اللي بجيب الفلوس، مش هي اللي بتجيبني. فدي حاجه مهمه، لازم اللعيبه تسطر تاريخ داخل النادي وتقعد اكبر سنين ممكنه داخل النادي، تحقق انجازات وتحقق بطولات. انا استفدت بشكل كبير جدا، يمكن كان في بدايه حياتي، ان انا انتمي للنادي الاهلي، عرفت يعني ايه مسؤوليه، عرفت يعني ايه انتماء، عرفت يعني ايه استقرار، عرفت يعني ايه انجازات، عرفت يعني ايه تاريخ، ان انا سطر تاريخ نفسي اضاف لي بشكل كبير على مدار حياتي في الكوره بعد ما كملت يعني. طب ليه مشيت يا كابتن من النادي الاهلي؟ ما فيش، يمكن انا بالنسبه لي كل شيء نصيب. يمكن كانت اخر فتره ليا داخل النادي الاهلي ما كنتش بشارك بصفه مستمره، يمكن انا كان عندي 23 سنه، فضلت ان انا ايه اطلع مش عايز اطلع بره النادي الاهلي. كان الكلام مع كابتن حسام بدري ان انا اطلع اعاره، لكن انا كنت واخد وجهه نظري شويه ان انا عايز اروح العب، يعني عايز اروح العب واخد راحتي، عشان كده فضلت نادي الاتحاد عن عروض كتير جدا. ودي حاجه برضو لازم اذكرها لجماهير نادي الاتحاد والنادي الاتحاد، وكان موجود ساعتها الحاج محمد مصلحي، عامل استقرار كبير جدا في نادي الاتحاد، وقاعده جماهيريه لنادي الاتحاد ساعدتني بشكل كبير ان انا اقدر اكمل مسيرتي في الكوره يعني. طب ايه الفرق بقى؟ يعني حضرتك كان ليك مشوار بقى بعد كده كبير، الاتحاد السكندري، اتحاد الشرطه برضو، وكذا نادي، اتحاد الشرطه، جونه، سموحه، وادي دجله، الشرقيه اخر سنه. هنا لازم اسالك الفرق بين الاهلي واي نادي تاني لعبت فيه. بصي خلينا واقعيين، انا بالنسبه لي ان النادي الاهلي لا يقار، يعني النادي الاهلي كمبادئ، كاستقرار، كانجازات، كتاريخ، حته النادي الاهلي في حته، ومع احترامي لانديه مصر كلها طبعاً، كل الانديه في حته ثانيه. لكن كل نادي بيسعى على حساب ظروفه، على حساب اهدافه، على حساب طموحاته. عشان كده لما بنقول النادي الاهلي تصنيفه عالميا ده مش من فراغ، بالاستقرار اللي موجود جوه، بالاهداف، بعدم التطرق لاي مشاكل تخرجك بره النطاق. يعني انا بقول دايما ان النادي الاهلي عامل زي القطر، هو ماشي واي حد عايز يركب ويمشي في نفس السكه هيفضل ماشي فيها، اي حد عايز ينزل براحته يعني، هو ينزل من حاجه بتوقفه، ومفيش حاجه بتوقفه ولا حتى بيبص وراه، هو ماشي في اتجاه. عشان كده كان اصلح واحد ان هو يبقى موجود في الكرسي ده كان كابتن الخطيب طبعا، للخبرات الكبيره جدا حتى على مستوى الاداره وعلى مستوى الشغل، لما بيبقى مع كابتن صالح سليم او مع كابتن حسن حمدي وبيكمل هو المسيره، ففعلا الراجل المناسب في المكان المناسب لقيادة نادي زي ما بقول أكبر نادي في الوطن العربي. فبتمنى له التوفيق طبعا ومجلس الإدارة كله طبعا. على ذكر الأسطورة، الخطيب هو اللي كلمك يا كابتن عشان يقول لك إنك في النادي الأهلي؟ مكالمة 18 ثانية تقريبا. 18 ثانية فعلا هي اللي حسمت الـ 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 الصفقة بتاعتي. لا احكي لنا كده الكواليس كده، ولما رديت عليه يعني إحساسك كان إيه؟ هو أنا جالي تليفون من حد يعني، فقال لي إن الكابتن الخطيب هيكلمك، فانا ما صدقتش، وانا والدي الله يرحمه اهلاوي جدا وبالنسبه لي، وان الكابتن الخطيب يكلمني في التليفون فدي حاجه كبيره جدا. فعلا لقيت رقم برايفت، فلقيت كابتن الخطيب طبعا سعاده ما بعدها سعاده يعني،
فقال لي ابو حميد ازيك؟ قلت له تمام يا كابتن الحمد لله. قال لي انت حابب ان انت تبقى موجود داخل النادي الاهلي؟ قلت له اه يا كابتن ده شرف ليا وكده. فقال لي باشمهندس عادل الكويعي هيكلمك يخلص معاك كل حاجه. فده نص المكالمه انا حافظه من ساعتها. فحاجه قيمه كبيره جدا طبعا. عشان كده بقول ان الكابتن الخطيب ان هو يبقى مسؤول عن الكوره او موجود في فريق الكوره او مكالمته حتى في الصفقات بتحسمها بشكل 70 او 80%. فتدخل الكابتن الخطيب وحسم الصفقه، واكيد تدخل الكابتن الخطيب بالقيمه الكبيره ده بيحسم اي صفقه ايا كان اسمها ايا كان ناديها، ده بيفرق كتير جدا اكيد مع النادي الاهلي يعني. طب كنا بنتكلم عن الفرق بين الاهلي واي نادي تاني كقيم وكمبادئ وكاداره وككل حاجه، كجمهور بقى يا كابتن، جمهور اللي بيتفرج علينا ده، الجمهور لما كنت بتلعب وفي جمهور الاهلي في الملعب يعني على الحلوه والمره معاه دايما في ظهر النادي بتاعه. هو فعلا جمهور عظيم، جمهور على المستوى الشخصي لاحمد عادل اضاف لي بشكل كبير جدا. لما بتشوف جمهور مواقف، جمهور مواقف لما شفنا في اي تعثر مثلا للفريق، بطوله حتى قربت ان هي تروح، يمكن كان اخرها مباراه سان داونز لما نخسر 5 وتلاقي المسانده الجماهيريه بشكل كبير. هو ده فعلا جماهير النادي الاهلي، ان هي بتقف في المر قبل الحلوه مع النادي. وبيزعلوا يا كابتن، يعني من حقه يزعل لما النادي بتاعه يخسر ويخسر 5، من حقه يزعل، بس برضه واقف في ظهر فريقه وبرضه بيدعمه. اكيد ده اللي بيميز جمهور النادي الاهلي. اكيد بيميزه. واللي عايز برضه اوجه لهم حاجه، ان انت لازم يكون انتمائك للكيان، انتمائك ما يبقاش انتمائك للعيب بشخص معين او بالعيب بعينه، لكن انتمائك للكيان زي ما انتم معوديننا. ده اللي يفرق معاكم انتوا كجماهير، وده اللي يفرق مع كيان النادي الاهلي. لكن ان انت يبقى ولائك للعيب او انتمائك للعيب مش هو ده الهدف اللي بيشتغل عليه النادي الاهلي ولا مجلس اداره النادي الاهلي ولا جهاز حتى الفني للنادي. هو الانتماء للكيان كله، فدي اهم حاجه، ودي اللي انا دايما باكد عليها، ان الانتماء يبقى للنادي مش للاعب بعينه يعني. كابتن لعبت ماتش برشلونه 2007؟ 2007 المقاويه، لعبت ببرشلونه ولعبت بنفيكا. يمكن الحمد لله لعب مقاويتين، انا لعب مقاويه الاولمبي 1905 اللي هي 2005 جيل ذهبي يا كابتن. ولعب 2007 قصاد برشلونه، طبعا كانوا لسه واخدين دوري ابطال وكانوا ايه الاحساس بقى؟ اجي العب مع برشلونه اللي لسه واخد دوري الابطال. لا انا برضو ده ليه كواليس. ايوه انا عايزه كواليسه. لا الماتش ده ليه كواليس، لان انا كنت رابع واحد هلعب، يعني انا كنت رابع واحد هشارك في المباراه. كان موجود اسلام الشاطر، وكان موجود احمد صديق، وكان موجود بركات. فما اعرفش هي اتفضت لي، يعني اسلام رجع له الاصابه في قبل الماتش بيومين، وبركات كان هيلعب، فبركات برضو جاله شد في العضله الخلفيه. ففي المعسكر كان المفروض هيلعبوا صديق، فانا بقعد مع شادي محمد على طول في الاوضه. فلقيت بركات يعني جالنا المعسكر، فقال لي خلي بالك انت هتلعب كده. قلت له لا انت موجود وصديق موجود، فانتوا اللي هتلعبوا يعني. فقال لي لا خلي بالك انت اللي هتلعب، وكنت قاعد مع كابتن حسام بدري، فبيقول ان انت اللي هتبدا الماتش يعني. بس الحمد لله يعني ركزت، وكان من احسن المباريات اللي انا عملتها في حياتي. يمكن بنتكلم على برشلونه، بنتكلم على اعظم فريق في العالم، كان رونالدينيو، ميسي، ديكو، تشافي، انيستا. بدلت التيشيرت مع تشافي. ايه اللي حصل؟ طبعا كله جري على رونالدينيو، كله جري على ميسي، واولهم احمد السيد طبعا طلع يجري على رونالدينيو. فانا لقيت تشافي يعني رايح على الاوضه، فقلت له يعني عايز التيشيرت بتاعك. فهو ذوقيا منه ما رضيش يديني التيشيرت اللي هو لابسه عشان عرقان فيه يعني. فقال لي طب تعالى معايا لحد الاوضه يعني. فروحت معاه، يعني اوضه برشلونه حاسه مختلفه يعني، اوضه وحتى اللي لفت نظري كمان على السبوره كان ريكارد اللي ماسكهم، حاطط 10 مربعات بكل مربع يبقى فيه اللاعب والكوره هي اللي بتتحرك. وده فعلا اللي انا شفته الشوط الثاني، اللي شفناه الشوط الثاني الفرقه الاساسيه لما نزلت بقوا فعلا الكوره هي اللي بتشتغل اكتر ما هم بيجروا. فاداني التيشيرت في كيس حتى لسه موجود لحد عندي. أيوة. دلوقتي حاجه من ضمن الحاجات طبعا اللي في التاريخ ان انا ما اقدرش انساها اكيد يعني. لما نزلت الملعب يا كابتن وشفت اللعيبه، لعيبه برشلونه، كان في رهبه ولا؟ والله انا مش ادانيش لعيبه برشلونه، يمكن انا برضو اقول حاجه برضو الناس ما تعرفهاش، اللي شدني الجماهير، اللي شدني الجماهير لما بتتكلمي في استاد القاهره 100,000 متفرج. وحتى اللي لفت نظري ان الناس فوق خالص في بعض المدرج قاعده على السور، قاعدين على العواميد الكهرباء.
فدي كانت حاجه يمكن انا برضو من ضمن المواقف اللي في الملعب من كتر صوت الجمهور ومن كتر الجماهيريه الموجوده ان انا محمد شوقي بينادي عليا قعد شويه ينادي عليا وانا مش سامعه. فدي كانت حاجه برضو كانت حاجه جباره حاجه رهيبه يعني. فدلوقتي اللعيبه في 300 في المدرج و500 في المدرج ومش قادر يستحمل ضغوط. فاتمنى طبعا عوده الجماهير تاني، دي اكيد هتفرق حتى بشكل عام مع الكره المصريه واكيد مع النادي الاهلي في البطولات، اللي اتمنى مسانده الجماهير للفريق في المباراه اللي جايه، مباراه مهمه منافسه على دوري الابطال وهي طبعا البطوله الاهم للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي، اتمنى ان احنا نحققها. هنتكلم اكتر كمان يا كابتن عن دوري ابطال افريقيا، بس هنروح دلوقتي الفاصل ونرجع مره ثانيه. برحب بحضراتكم من جديد، ولسه منورني في الاستوديو كابتن احمد عادل، واحد من افضل من شغل مركز المدافع الايمن في مصر. كابتن، عايز اعرف منك خلال تجربتك مع الاهلي مين اكتر اللعيبه اللي وقفت جنبك وسندتك؟ اكيد كان شادي محمد، يمكن كان هو من اقرب الناس ليا وكان اللي بيساندني بشكل كبير وكان على طول في ظهري، ويمكن لحد دلوقتي احنا اصدقاء مقربين. في طبعا كابتن عماد النحاس كان موجود، كان من اقرب الناس ليا برده، كان طبعا غير حسام عاشور، شديد، اينو، احمد صديق، دول من اقرب الناس ليا، هاني العجيزي، دول كانوا من اقرب الناس ليا. يمكن اللي ساندوني بشكل اكبر كان طبعا الناس قريبه مني، كان متعب، محمد شوقي، يمكن كان على طول عشان كان معايا في الاوضه هو شادي محمد، ساندني بشكل كبير واحنا الحمد لله على تواصل لحد دلوقتي كاخوات. حتى في كده معين تفتكره له؟ لا، شادي كنت افتكره في المواقف اللي كان على طول مستر مانويل جوزيه بيدوس علينا فيها كلاعب. يمكن دي حاجات برضو هو بيحط عليك ضغوط، بيحط عليك ستريس عشان تتحمل الضغوط في المباريات الكبيره، دي كانت من الاساليب بتاعت مستر مانويل. هو كان شادي على طول معايا بيحاول ان هو ايه يخفف عليا الضغوط دي. يمكن الحمد لله على مدار الفتره انا قعدتها ساندني بشكل كبير شادي، يمكن زي ما قلت لحضرتك على تواصل لحد دلوقتي، والحمد لله احنا اكتر من اصحاب يعني مع بعض. اكيد ايه اثر فيك ازاي كابتن مانويل جوزي؟ اثر في شخصيتي، خلاني اتحمل مسؤوليه، خلاني ان انا تحت اي ضغوط ان انا اعرف اتصرف، ما اخرج بره الضغوط دي ازاي. هو كان ليه اساليب كده مع هو اسطوره تدريبيه طبعا داخل مصر وحقق انجازات طبعا كبيره جدا مع النادي الاهلي، ليه اساليب كتير جدا ان انت تسيطر على 25 نجم وخصوصا في النادي الاهلي، دي حاجه مش سهله ان انت اي حد بيتحط في التشكيل ما تحسش ان في اختلاف. زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه كنا اربعه ناحيه اليمين، انا واسلام الشاطر وصديق وكان سعاد بركات وجانا احمد فتحي، بقينا خمسه. فان انت بتشيل فتحي بس تحط ديفندر عشان تلعب احمد عادل او تلعب اسلام، وان انت تهيئ اللعيب اللي بيقعد بره او اللي بيطلع من السكور تهيئه ان هو في مباراه مثلا بعد كده ان هو يبقى موجود ويؤدي بالثبات، اكيد حاجات استفدتها من مستر مانويل كبيره جدا. يمكن من المواقف برده اللي كانت مع مستر مانويل ان انا لما بغيب سبع مباريات، يعني افتكره ان انا غبت سبع مباريات كنت بطلع بره السكور، وان انا ارجع العب مباراه اهلي وزمالك، المباراه دي احنا كسبناها 2-0، جول احمد فتحي وجول عماد متعب، سبع مباريات بره خالص، ان انا ارجع العب هو هيأني بشكل جيد، مسانده حتى اللعيبه ان هي تشيلني في مباراه زي دي، ده اداني دافع واداني طموح وهدف ان انا أأدي بشكل كويس وبشكل جيد. يمكن هو طلع بعد كده في المؤتمر الصحفي شكر فيا، وبعد مباراه برشلونه طلع شكر فيا في المباراه. يمكن دي من الحاجات بتاعت مستر مانويل اللي بيقدر يتعامل بيها مع 25. بيديك دفعه معنويه كبيره يا كابتن. دفعه معنويه ليا بتفرق طبعا طبعا لما المدير الفني بقيمه مستر مانويل ان هو بيديك تعليمات في محاضره او بيحس بيديك مسؤوليه او ان انت تبقى موجود داخل ال 11 او في ال 14 في الثلاثه التغيير او حتى في السكور داخل النادي الاهلي، دي مسؤوليه كبيره جدا. الحمد لله كنا قدها الفتره دي، ويمكن الحمد لله حققنا انجازات كبيره الحمد لله. طب كنا بنتكلم قبل الفاصل على المواقف الكوميديه وائل الجمعه. لا، مواقف وائل جمعه يعني الصخره بتاعتنا طبعا، وائل جمعه واعظم مدافع في افريقيا.
يمكن ليه مواقف يمكن الناس ما تعرفوش ان كابتن وائل جمعه دمه خفيف جدا. ما هو ما يبانش بقى يا كابتن يعني، طبعا كل تحيه لكابتن وائل جمعه، بس تحسه جد قوي كده في الملعب، فمش جد قوي متخيل. واحنا متعودين عليه على كده في الملعب. يمكن اللي لفت انتباهي اكتر يوم مباراه برشلونه يعني، واحنا في المحاضره، فمش عايز اقول لحضرتك ان انا خدت ربع ساعه من المحاضره على ان انا هلعب على رونالدينيو، ورونالدينيو هيلعب عليا، كان احسن لاعب في العالم الفتره دي، ولسه واخدين دوري ابطال واخدين دوري اسباني. ايه الرعب ده؟ هلعب على رونالدينيو. فمستر مانويل عمال يقول لي رونالدينيو خلي بالك لو اداك كوبري عادي، لو شمسك خد الكوره مفيك عادي، لو رقصك ووقعت عادي. فانا قلت في جوه نفسي ايه كل ده عادي، امال ايه اللي مش عادي؟ انا نازل اعمل، فانا مضغوط. واحنا نازلين فالمفروض رونالدينيو بيلعب ناحيتي وايتو بيلعب الناحيه الثانيه ميسي. فلقيت كابتن وائل جمعه قال لي بص انا همسك رونالدينيو. فقلت له لا ازاي انا اللي هلعب ناحيته، فهو في المكان بتاعي انا يعني. قال لي لا اغسبني انا معاه عشان الماتش ده فيه صور كتير، فخليني معاه. هو مهم الصور. وقتها ما كانش فيه سوشيال ميديا قوي يا كابتن. لا خالص. ما كانش فيه خالص، ولا فيسبوك ولا انستجرام ولا اي حاجه. بس عندي صور الحمد لله محتفظ بيها لحد دلوقتي، زي ما قلت لحضرتك بلعب ببرشلونه 2007 وبنفيكا برضو في المقاويه، فدي انجازات الحمد لله في تاريخي. على ذكر الصور يا كابتن والسوشيال ميديا، شايف ان هي دلوقتي السوشيال ميديا ممكن تكون بتاثر على اللعيبه بشكل ايجابي ولا سلبي؟ يعني هي ممكن تكون بتنجم لاعب قوي، بتفرق معاه في ده، بس في نفس الوقت برضو ممكن يكون ضغط شويه. هي للاسف بتنجم اللعيبه وهو ما عملش حاجه يعني. طيب. هي دي بتاثر عليه بمردود سلبي. ان انا مثلا عندي كام فولورز على الانستجرام، عندي على الفيسبوك كام فولورز، لكن انت مردودك انت في الملعب ايه؟ اضافتك للفريق ايه؟ اضافتك ان انت داخل النادي الاهلي او اللعيب بشكل عام داخل النادي الاهلي، انت بتقاس مش بادائك بس، انت بتقاس بكيفيه دفاعك عن الفريق، مسؤوليتك تجاه الفريق، لعبت كام مباراه، جبت كام جول، اثرت مع عامل مؤثر مع الفريق، بتضيف للفريق. يمكن كنت بتكلم مع متعب من قريب، انت دلوقتي لما بتقعد اربع خمس سنين، هو عماد متعب عشان قعد حوالي 10 سنين هو الفيرود الاول في مصر، هو الاهداف. فالكيرف المستوى بيبقى عالي دايما، ممكن ينزل شويه او يثبت شويه بعد كده بيعلى تاني. لكن دلوقتي لما بنشوف على السوشيال ميديا، انا بشوف ان لعيبه كتير نجوم على السوشيال ميديا وهم ما حققش حاجه للنادي او ما عملش حاجه للنادي او ما يستاهلش. لكن هو في الاول وفي الاخر هي اداه او وسيله اكيد هتاثر عليه هو بالسلب، ان هو هيحس بنفسه هو اصلا ما عملش حاجه. طب ممكن يكون في العكس، شايف ان في لعيبه مظلومه من السوشيال ميديا بس هي بتدي كويس في الملعب؟ والله السوشيال ميديا دلوقتي مجالها مفتوح قوي يعني، مجالها مفتوح قوي ومفتوح جدا، لكن اللعيب اللي هيتطرق للموضوع ده هيتشتت اهدافه، هيتشتت طموحاته، هتشتت حتى تركيزه، ان هو يركز في السوشيال ميديا وهينسى اهدافه اللي حققها مع الفريق، الانجازات اللي بيحققها. لكن دلوقتي زي ما قلت لحضرتك مجال السوشيال ميديا مفتوح، اللي هيركز معاه مش هيحقق حاجه. فحقق وخلي السوشيال ميديا هي اللي تتكلم عنك، ما تبقاش انت الوسيله اللي تتكلم عن نفسك طبعًا. او تعرض لنفسك، لكن هي اللي تتكلم عنك بانجازاتك، بتحقيق اهدافك مع الفريق، باسعاد جماهيرك، هو ده اللي بيبقى وهو ده اللي بيتسجل في التاريخ اكيد يعني. طب شايف لو كنت بتلعب وقت السوشيال ميديا ده دلوقتي، وشايف كان هيفرق معاك في حاجه؟ لا خالص، انا يمكن الحمد لله انا حياتي عامه محدوده يعني. انا بحب اهداف لنفسي وطموحات لنفسي، يمكن واجهت صعوبات كتير جدا، اكيد ما كنتش هتطرق للسوشيال ميديا بالشكل اللي انا بشوفه دلوقتي. هي كانت هتبقى وسيله بس ان انا مثلا ممكن اعرض صوره معينه، انزل صوره، لكن مش هنشغل بيها، مش هنشغل مين بيكتب كومنت ومين ما بيكتبش، مين بيبعت لي او ما بيبعتش. انا مركز في شغلي ومركز في اهدافي ومركز في طموحاتي، وخصوصا لما بتبقى داخل النادي الاهلي فهي مسؤوليه عليك كبيره جدا، مسؤوليه تجاه جماهيرك، مسؤوليه تجاه ان انت بتحقق بطولات للنادي، تحقق انجازات للنادي، هي دي اهدافك. مهم جدا ان لعيب الكوره يبقى قافل على نفسه، قافل على نفسه من الحياه العامه اللي بره، دي اللي هتفرق معاك، هتفرق مع اسمك، هتفرق مع حتى شكلك قدام الجماهير. طول ما انت قافل على نفسك ومركز في اهداف النادي
قبل اهدافك الشخصيه اكيد هتحقق حاجه للنادي وهتحقق حاجه لنفسك اكيد يعني. اكيد طبعا يا كابتن. طب بتشوف ازاي كابتن اللي بيستغلوا السوشيال ميديا بس في مهاجمه النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي؟ ما هو ده وضع طبيعي، وضع طبيعي. النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك اعظم نادي في افريقيا وفي الوطن العربي، طبيعي ان يبقى ليه اخصام ممكن يهاجمه لان هو مش زيه او عايز يهد فيه، مش عارف يطلع له، مش هو النادي الاهلي في مكانه معينه او في حته معينه هو مش قادر يوصل له، فاكيد هيهاجمه عن طريق الاعلام، اكيد هيهاجمه عن طريق السوشيال ميديا. لكن زي ما قلت لحضرتك في خلال الحوار ان مجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي قافلين على نفسهم بشكل جيد، مركزين في اهدافهم. ده حقيقي، وده بيبقى واضح جدا ان لما اي حد بيهاجم مجلس اداره النادي الاهلي او بيهاجم كابتن محمود الخطيب بصفه شخصيه، كابتن الخطيب ما بيطلعش يرد، ما بيردش، هو بيرد بشغله، بيرد اعلى واكبر بكتير من طبعا بيرد. ان انت تطلع ترد انت هتنزل للمستوى ده فما ينفعش خالص، ومش ده اللي معودنا عليه النادي الاهلي ولا حتى مجالس ادارته على مر العصور. صح. ولا حتى لعبته ولا حتى الجهاز الفني. انا عشت داخل النادي الاهلي، الجهاز بيبقى جهاز، والمدير كوره مدير كوره، مجلس اداره مجلس اداره، اللعيب لعيب، كل واحد ليه دوره بيأديه على اكمل وجه. عشان كده بنشوف النجاحات دي داخل النادي الاهلي. ايه اغلى بطوله حققتها يا كابتن مع النادي الاهلي؟ اغلى بطوله كان السوبر افريقي. حققت اتنين دوري عام، بس انا بشوف ان طبيعي النادي الاهلي يحقق دوري، طبيعي ان النادي الاهلي يحقق كاس مصر، ده وضع طبيعي. لكن البطوله الاهم هي دوري ابطال افريقيا. طبعا دي يمكن انا ما حالفنيش الحظ فيها في 2007، كان طبعا ليها اسبابها. مباراة النجم الساحلي العرجون كان الحكم، وكان لينا ضربتين جزاء ما حسبهمش، وما خسرناش البطولة فير يعني، ما كانتش حاجة يعني. أنا بشوف إنها فعل مش 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 مش, مش, مش اللي إحنا كنا نستاهله في المباراة. حتى في المباراة الأولانية هناك كان بركات ليه ضربة جزاء وخد الإنذار الثاني وما لعبش حتى ماتش الفاينل. فكانت ظروف خارجه عن ارادتنا احنا كجهاز وكلعيبه. زي ما بقول لحضرتك طبيعي ان النادي الاهلي ياخد دوري، طبيعي ان النادي الاهلي ياخد كاس مصر، طبيعي ان النادي الاهلي ياخد سوبر مصري، لكن البطوله الاهم بالنسبه لي كانت سوبر افريقي. مباراه سوبر افريقي كانت مع النجم الساحلي في اثيوبيا، لكن الحمد لله حققناها، لعبنا اكسترا تايم وبعد كده لعبنا ضربات جزاء، ويمكن دي من اغلى البطولات اللي انا حققتها في الخمس بطولات. طب شايف يا كابتن، يعني لازم قبل ما اختم اروح معاك للفريق الحالي تحت قياده فايلر، ماتش امبارح قدام انبي يعني عملنا مستوى كويس، مستوى جيد طبعا، بقالنا 4 شهور تقريبا ما بنلعبش، شايف ازاي الايجابيات اللي ممكن نكون طلعنا بيها من ماتش امبارح؟ اكيد في مكاسب كبيره في مباراه امبارح. يمكن عايز اتكلم على مستر فايلر، ان هو عمل شخصيه لفريق النادي الاهلي، رجع شخصيه البطل للفريق، عامل حاله داخل الفريق. ان انت امبارح برضو ان انت من مكاسب المباراه رجوع حمدي فتحي طبعا، ان هو يبقى موجود، محمود هيبقى وحيد اضافه كبيره محمود قوي وحيد ان هو بيشارك برضو، دي حاجه برضو اضافه للفريق. من ضمن الايجابيات برضو ان هاني بيحرز هدف طبعا، فدي اكبر دليل ان الراجل مدي حتى اطراف الملعب او المفاتيح اللعب اللي عنده مديها حريه، فدي برضو حاجه من ضمن الايجابيات. من مميزات الراجل اللي انا اعرفه عنه ان هو ما بيبصش وراه، هو بيعالج السلبيات، يعني بياخد الايجابيات ويحطها جنب وبيعالج السلبيات. ومهما لعبت برضو اللي عايز اكد عليه ان الاداء ممكن ما يكونش في مناسب للنادي الاهلي، لكن الاهم الفتره دي ان انت بتحقق 3 بونت. 3 بونت بيديك أكيد. اريحيه، بيديك ثقه كبيره معنوية. جدا، دفعه معنويه. والحلو في فايلر انه برضو بيقول لك ما تسالنيش عن اللي غايب، اسالني عن اللي في ايدي، يعني اللي في الملعب، انا هعمل ايه، المعطيات اللي عندي. راجل عملي جدا، دي ميزه من مميزاته، ان هو برضو بيعتمد على 25 لعيب، في اي مدير فني تاني بيعتمد على ال 14 او ال 18، لكن ده عايز يعتمد على الناس كلها، بيطبق اسلوب لعبه، وده يبقى سهل على اي لعيب ان هو لما بيطبق اسلوب لعبه. هتلاقي لو شال مثلا ايمن اشرف وحط محمود متولي هتحس ان مفيش فرق، راجع سعد سمير بالسلامه ان شاء الله مش هتحس ان في فرق. ففي سريعا كده يا كابتن، الاهلي هياخد دوري ابطال افريقيا؟ اتمنى ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله، ده اللي انا اتمناه. هي اكيد صعبه، لكن مش صعبه على فريق النادي الاهلي، ومش صعبه على اسم وتاريخ النادي الاهلي، ومع مستر فايلر هيبقى انجاز كبير ان شاء الله يضاف للتاريخ ولدولاب النادي الاهلي ان شاء الله. نورتني يا كابتن احمد، انا سعيد ان انا كنت موجود معاك النهارده، ومبروك على القناه تاني مره، الله يبارك فيك، وشكرا جدا لحضرتك، وشكرا لحضراتكم، واستنونا في حلقه جديده بكره من برنامج السادسه، والاهلاوي مش هيسيبنا.